السلام عليكم. بدأنا ذكرى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر مثلت فرصة مواتية أمام الأحزاب السياسية اليمنية للمكاشفة، مبدية امتعاضها من الحالة المرتبكة لأداء التحالف العربي في اليمن. بروز مشاريع سياسية خارج الإجماع الوطني والانقسام الحاد في المؤسسة الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتفشي ممارسة التضييق على الحريات السياسية والمدنية ومحاولات إعاقة أداء الحكومة الشرعية والسلطات المحلية، جميعها مؤشرات تنذر بخطر محدق ينسف جهود 3 سنوات من محاولات استعادة اليمن ويضع مستقبل البلد على كف عفريت. لم يكن أداء الأحزاب السياسية مقنعا طيلة سنوات الحرب 3 أو ما قبلها، غير أن التحدي الذي فرضته حرب الميليشيا على الدولة والمجتمع والهوية والحياة السياسية فرض على الجميع حالة من الاصطفاف السياسي حول مشروع الدولة، وذلك بالشراكة مع دول التحالف العربي التي لا يبدو أنها ترى في حلفائها اليمنيين سوى أتباع لا شركاء. الحزب الاشتراكي أصدر بيانا بالموقف المتقدم كنتيجة لما آلت إليه الأمور، حيث دعا إلى ضرورة تبني استراتيجية واضحة حول علاقة الشرعية بالتحالف، وهي إشارة تجعلنا نتساءل: من صاحب القرار في المواقف اليمنية؟ هي الشرعية أم التحالف؟ ألم يكن هدف التحالف مقتصرا على الإسناد كما أعلن ويؤكد دوما ببياناته؟ إذن ما الذي يريده التحالف اليوم من إنشاء كيانات بديلة؟ ما هو الخطر الذي سيهوي باليمن شمالا وجنوبا وسيخلي المشهد للنزاعات الماضوية بحسب بيان الاشتراكي؟ هذه الأسئلة والمحاور ستكون محور نقاشنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. لا يزال ملحا ضرورة اشتمال جدول أعمال قيادة الشرعية وحكومتها بالاشتراك مع حكومات دول التحالف العربي على مهمة وضع استراتيجية شاملة واضحة ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف. بهذه العبارة الشجاعة أفصح بيان الحزب الاشتراكي عن تطلعات معظم اليمنيين بمناسبة الذكرى 54 للثورة ضد المستعمر. البيان الذي دعا إلى وضع علاقة متكافئة بين اليمن والتحالف ذكر أيضا أن اليمن يعيش ظروفا تشبه ظروف طرد الاستعمار، في إشارة واضحة للدور السلبي لدول التحالف في عدن والمناطق المحررة. مراقبون اعتبروا بيان الاشتراكي بمناسبة 14 من أكتوبر بيانا تاريخيا عبر فيه الحزب عن تطلعات الناس وحاجاتهم الملحة في هذا الظرف، خصوصا في المناطق المحررة والعاصمة المؤقتة التي تشهد تجريفا واسعا للعملية السياسية وتضيق حتى بحضور الدولة برعاية مباشرة من دول التحالف التي تدخلت تحت لافتة استعادتها. بعبارة واضحة أيضا تحدث البيان عن مصادرة القرار السيادي للشرعية وانكفائها تحت الوصاية الإقليمية التي لم تعد تخفى على أحد، داعيا الشرعية والتحالف إلى إعادة تعريف العلاقة بينهما على أساس المصالح المشتركة والتفاهم المتكافئ. احتفاء الشارع اليمني بهذا البيان عبر عن حالة الخذلان الشديدة التي يعيشها اليمنيون من الأحزاب السياسية منذ اندلاع الحرب. التحالف العربي احتوى الأحزاب في الرياض وربما ألجمها، ولم تقم هي بالمقابل بما يواجه هذه الرغبة الإقليمية، فتركت الشارع تتجاذبه كيانات ميليشياوية وما قبل وطنية من تصميم قوات التحالف المتواجدة في الداخل. صوت أصاب هدفه، فمتى يصدقه الفعل؟ ليس من الاشتراكي فقط، وإنما من جميع الأحزاب التي تعيش حالة موت سريري لم تحاول أن تفيق منه وتلتحم بجماهير الشعب وتعبر عن تطلعاته. عدن تعيش وضع صنعاء قبل الانقلاب، ميليشيات مسلحة تستحوذ على القرار السياسي على حساب الدولة وجيشها وأمنها، في الوقت الذي يكرر فيه هادي ونائبه وحكومته نفس الصمت الذي شهدناه قبيل 21 من سبتمبر 2014. فهل يفرط هادي في عدن بعد صنعاء؟ لا يبدو إلى الآن ما يقول غير ذلك، باستثناء تحركات رئيس الوزراء ونوابه في عدن ولحج وأبين وتعز في انتظار ما ستفضي إليه هذه التحركات. يبدو الرئيس هادي وشرعيته في مفترق طريقين،
إما الالتحام بالجماهير والانحياز إلى تطلعاتهم على ما يحمله هذا الخيار من مخالفة رغبة الجيران أو الانصياع لهم وبيع القضية الوطنية، ما يعني دخول البلد في فوضى عاصفة لا يعلم أحد مصيرها وتوقيت انتهائها. أجدد إذن الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الذي سينضم لي عبر السكايب الأكاديمي الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي في جامعة أدنبرا. دكتور أحمد، دكتور أهلا بك. دكتور هل تسمعني؟ أرحب بك مرة أخرى. إذن يبدو أن هناك لازال إشكالية في الصوت بالنسبة للدكتور أحمد. على كل حال، إذن كان هذا بيان، كان اليوم أو ما مر بالأمس مشاهدينا الكرام كان هو بيان للحزب الاشتراكي الذي اعتبره كثير من المتابعين والمراقبين للحالة السياسية في البلاد بيانا تاريخيا في لحظة مهمة من الزمن، خاصة مع الأحداث التي مرت على العاصمة المؤقتة عدن من حرق مقرات لحزب الإصلاح واعتقال لعدد من قيادات وأعضاء هذا الحزب خلال الأيام الماضية، وذلك جاء بالتزامن مع ذكرى الثورة أكتوبر 14 من أكتوبر في هذا العام، والتي مرت كما يبدو أنها بكثير من الصعوبات، وستواجه الحكومة وستواجه الدولة اليمنية الكثير من التحديات التي يبدو أن الحزب الاشتراكي وضع الكثير من النقاط على أهمها وأخطرها، وهي محاولة استهداف الحالة السياسية في البلاد، وذلك ما سنناقشه في حلقة اليوم تحديدا. إذن يبدو أن الدكتور أحمد عاد إلينا. دكتور هل تسمعني؟ نعم. إذن أهلا وسهلا بك. مرحبا، حياكم الله دكتور. طيب، يعني بكل تأكيد تابعت بيان الحزب الاشتراكي، ما هي أهم النقاط التي وردت في هذا البيان؟ بداية تحية أكتوبرية للشعب اليمني جميعا. بالنسبة لبيان الحزب الاشتراكي اليمني، ولو أنه تأخر كثيرا لكن محاولة ممتازة، وكان قد وضع كثير من النقاط على الحروف الأشياء الرئيسية التي ركز عليها البيان أن هناك ثمة اختلال في علاقة التحالف بالشرعية، وهو أول اعتراف من نوع من الحزب الاشتراكي اليمني لأنه الحزب الأكبر الأعرق في البلد، حزب الدوام في عام 1978. والنقطة الأخرى أنه وضع كثير من النقاط في مكانها الصحيح، بحيث أن يبدو أن هناك انحراف ما كنا نتوقعه من التحالف، هناك غياب واضح لتمكين الدولة من أداء مهماتها، من دفع راتب الناس، من عمل الخدمات، من تشغيل مرافق الدولة. هناك أجندات يبدو أنها مختلفة تماما على الأجندات التي كان يتوقع الشعب اليمني وسلطته أن يقوم بها التحالف. فهو ركز البيان بشكل واضح أن هناك اختلال، وهذا بداية الاعتراف بالمشكلة اليمنية. نعم، هناك اختلال كبير، حيث قد تحول التحالف الآن إلى وصاية، أنا الآن أسميه وصاية أكثر من تحالف. صدر القرار السياسي اليمني أو تم تشويهه، وتم التعدي على سلطات البلد، وتم تكوين أحزمة أمنية وميليشيات، وأناس يستلمون رواتب من خارج القانون ومن خارج سجلات الدولة، بما معناه أن التحالف مضى بخطوات بعيدة خارج السياق الذي كنا نتوقعه أن يسلكه لإعادة الشرعية للبلد، لأنه في آخر المطاف التحالف العربي دخل المعركة أو المعترك اليمني بهدف واحد، وهو إعادة السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى إعادة شرعية في صنعاء إلى سيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي. ولكن ما حدث حتى الآن أننا ندور في فلك مفرغ منذ 3 سنوات. أستطيع القول أن الشعب اليمني جزء كبير منه الآن فقد الأمل بشكل كبير
بأن هناك ثمة حل يلوح في الأفق، وأيضا العملية السياسية هناك توجيه ضربات قاتلة للعملية السياسية في البلد، بحيث يعود البلد إلى ما قبل التعددية السياسية. نعم. طيب الآن أنت تحدثت على مسألة التوقيت، اعتبرت أن يعني البيان جاء متأخرا، لماذا اعتبرته متأخرا؟ يعني الأحداث الأخيرة بالنسبة لإحراق المقرات مثلا في عدن كانت خلال الأيام القليلة الماضية، وهناك كانت أبرز فعالية أو مناسبة بالنسبة لليمنيين تالية كانت ثورة أو ذكرى ثورة أكتوبر، لماذا اعتبرت البيان متأخر؟ البيان متأخر عندما ننظر للصورة الكلية، عندما ننظر لما يقوم به التحالف منذ أن تدخل وهو أكثر من 30 شهراً الآن. هناك إقصاء للشرعية في عدن، نتحدث عن محافظ لا يمارس سلطاته، نتحدث عن تكوين ميليشيات وأحزمة أمنية في البلد، نتكلم عن سكون في جبهات القتال هنا وهناك، ونتحدث عن يعني استراتيجية للتحالف يبدو أنها اختلفت كثيرا عما كان يتوقع من التحالف أن يقوم بها. فنحن لا نتحدث الآن عن قضية إحراق مقر للتجمع اليمني للإصلاح وهو عمل طبعا مدان، ولكن نتحدث عن إحراق العملية السياسية والحزبية برمتها في البلد. تجاوز سلطات الرئيس وتجاوز الحكومة وتجاوز العملية السياسية برمتها. هنا لذلك يقول أن هنا التأخر بسبب ذلك بسبب هذه النقاط. طيب دكتور أحمد تفضل بالبقاء معنا، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن أستاذ علي، يعني هي عودة ربما مهمة وبيان جميل وصف من الكثير، ووصف أنه بيان مسؤول أيضا بالنسبة للحزب الاشتراكي، لكن هناك أيضا من تساءل على أن الحزب تأخر في إعلان هذا البيان وفي الحديث عن الموقف من التحالف ومما يحدث في عدن عموما، لماذا كان هذا التأخر برأيك؟ للأسف الشديد أراك الآن تصدر أحكام مطلقة وسريعة ليس فيها أي نوع من التروي، ويعني خلاص أنتم مقتنعين أنه تأخر الحزب الاشتراكي. أنا لم أطلق شيئا أستاذ علي، تحالف مع الشرعية لم أطلق يعني حكما، يعني أنا نقلت لك ما وأنت بعدين علق كما تريد. نقلت لكم ما قاله الضيف وما يقال. أنا أقول أولا الحزب الاشتراكي لا يخوض معارك شخصية، يعني معارك تخصه هو وحده، ولكن هو جزء من معركة وطنية، ولهذا عندما يصدر موقف في أي شأن في أي إذا أي أمر من الأمور هو لا يتعجل لا يتسرع لا يضع نفسه والهدف والبلد وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ويعني إذا أنت تريد الإنصاف يجب أن تعيد مرة أخرى قراءة البيانات الصادرة عن الحزب الاشتراكي اليمني التي كانت دائما تنوه إلى اختلالات حقيقية موجودة في العلاقة بين الشرعية ودول التحالف وبين الأطراف التي هي مؤيدة للشرعية. تمام، إذا أردتم فعلا أن تتابعوا بشكل منهجي ودقيق وصادق وأمين عليكم فعلا أن تتذكروا أن الحزب الاشتراكي من وقت مبكر وهو يشير إلى هذه الاختلالات. ربما البعض لا يتابع لأنه مشغول بهموم حزبية أخرى ولا يرى أن من المهم أن يتابع ما يصدر عن الآخرين إلا في حالة أن يتطابق مع ما يريده. ألا أقول هذا ليس هو العمل السياسي المطلوب. العمل السياسي هو أن تقرأ مواقف الآخرين وتقرأها بشكل دقيق، وليس مطلوب منك أن يعني تتوائم
بأي صورة من الصور مع ما يعني يأتي من الآخرين، ولكن عليك فعلا أن تضع أي موضوع في إطاره، في الإطار الشامل، تمام، بحيث لا تجد نفسك في الأخير تخوض معارك جزئية ذاتية في النطاق الحزبي الضيق. طيب أستاذ علي، يعني نحن أولا يعني هي نقطة يجب أن أوضحها في هذا الحديث، أن ننقل تساؤلات للناس، وهذا كان تساؤل خاص بالدكتور أحمد الدباعي وكثير من غيره. نحن نناقش هنا في المساء اليمني كل ما يستجد من بيانات الأحزاب ومواقفها السياسية، وننقلها للناس ونناقشها ونعرضها، وذلك ما يعني نفعله الآن في هذه اللحظة. إذا ما جئنا إلى هذا يعني البيان الذي أصدره الحزب الاشتراكي الآن في دلالة التوقيت وهذا الموقف الآن، هل الأحداث الأخيرة التي حدثت في عدن تجاه أحد الأحزاب التي تمثل يعني هو حزب شريك لكم بشكل كبير في العملية السياسية خلال الفترة الماضية والآن في جبهة الشرعية، هل مثلت هذه الأحداث حافزا إضافيا لإصدار مثل هكذا بيان وصف بالتاريخ؟ الواقع نحن موقفنا مبدئي إلى هذه الأمور، نحن لا ننظر يعني بمزاجية لمن يعجبنا ولمن لا يعجبنا، أي اعتداء على الحرية السياسية، على حق التعدد والتنوع، نحن نعتقد بأنه يجب أن يواجه بالرفض والمقاومة. ولكن أنا دعني يعني أنا لا تريحني أصلاً بعض الأحاديث المخاتلة. أنت عندما توصف موقف حزب بأنه تأخر، تمام، أو تقرر هكذا بأنه تأخر لأنه فترة معينة مضت لم يكن يتفق معك، لا، أنت طيب تقدمت، هل أنت تقدمت فعلاً وأخذت الموقف الصحيح؟ بل الذي يدور الآن هل هو مكسب للإصلاح؟ أنا أعتقد أن اليمن والحياة السياسية في اليمن تخسر، ولهذا لا تحاولوا أن تدفعوا البقيع إلى جبهة مواجهة، علينا أن نبحث عن طريق أو وسيلة لمعالجة الأمور. يجب أن نخسر التحالف العربي، لا ينبغي أن نشتت هذا التحالف، قيام التحالف كان مكسب لصالح اليمن، لا ينبغي أن نسيء لهذا المكسب وأن نتخلى عنه بسبب بعض النزاعات الحزبية الصغيرة. أما الأمر عندما يتعلق فعلا بالحياة السياسية وبالديمقراطية وكذا، فنحن نجد أنفسنا في الأخير نلاحظ مواقف مبدئية عندما يعني يكون هناك خطر معين يعني يدعم الحياة السياسية ويهدد وجود الأحزاب. طيب الآن يعني بعد هذا البيان وهذه الذكرى لثورة أكتوبر وهذا الزخم الموجود شعبيا احتفاء بذكرى ثورة سبتمبر قبل ذلك والآن أكتوبر والمناسبات الوطنية القادمة، وفي إطار الأجندة السياسية اليمنية في هذا الملف اليمني، هل تتوقعون استجابة من قبل التحالف مثلا، الجهات المعنية الأخرى، الحكومة الشرعية، حتى سلطة الأمر الواقع في صنعاء للخطاب الذي كان في بيانكم؟ في تقديري أن ما نحتاجه فعلا أن يكون هناك تحرك قوي لكافة المكونات السياسية من أجل إعادة بناء العلاقات مع التحالف العربي. الاختلالات موجودة، والنتيجة المباشرة لهذه الاختلالات أن المعركة لإسقاط الانقلاب لم تعد تحقق تقدم حقيقي، وهي ليست مسؤولية التحالف العربي لوحده، بل أيضا الأطراف اليمنية تتحمل أو عليها أن تتحمل مسؤوليتها إذا هذه المسألة. لماذا الآن هذا الجمود في الجبهات العسكرية؟ لا يحصل تقدم في الوقت اللي نعتقد بأنه التحالف لا زال يوجه ضربات قوية ومن خلال الطائرات لمعسكرات ومخازن أسلحة الإنقلابيين، ولكن مع ذلك يعني لا نشعر بأنه هناك تقدم حقيقي
في الجبهات، واننا نكسب المزيد من الارض تمام بما يتلائم مع حجم الامكانيات المتوفره لدينا. طيب لهذا انا اقول يعني يجب ان يكون موقفنا ليس فقط يعني انه البحث كيف يعني يقلل من موقف التحالف العربي، ولكن علينا ان نلتفت الى ما يدور في اوساطنا. لماذا لا تتحرك جبهات رهن ومارب وجبهات ليبي؟ يعني اذا كان القوات العسكريه المتواجده في هذه المناطق هي اكثر من 300 الف جندي تمام، هل تعتقد بان الاسرائيليين لديهم هذا العدد من المقاتلين؟ انا اعتقد هنا خلل يجب ان يراجع، وهذا الخلل جزء منه متعلق بالعلاقه بين الشرعيه ودول التحالف، والجزء الاخر وهذا جزء اخر من هذا الخلل مرتبط باداء الاطراف اليمنيه بطريقتها في خوض المعركه. هذا الفساد الذي يدور في الجبهات والذي نسمع عنه يعني فساد التعليمات، لازم نعرف بان هذه اسباب حقيقيه لهذا الضغوط الحاصل في يعني في المعركه. طيب الان استاذ علي، عندما نتحدث عن هذه النقاط جميعها، نحن الآن في أي طور يعني بالنسبة لحزب الاشتراكي وبيانه، نحن في أي طور الآن؟ طور طرح التساؤلات أم طور تحديد مكامن الخلل والمشاكل، أم في طور إبداء رؤية وإعطاء رؤية بالتعاون مع بقية الشركاء لإنفاذ حل ووضع حل ينهي الأزمة والملف اليمني بأسرع وقت ممكن؟ في تقديري لا يستطيع أي طرف أن يفرض وصايته على الأطراف الأخرى، ولهذا الأفضل لنا جميعا أن نتشارك من خلال حوار مسؤول في وضع رؤى للأوضاع القائمة، رؤى للأهداف التي نريد أن نحققها. ما ينفعش أنه يعني أنا أطلب الآخرين أن يسيروا على إثري وأن يقتفوا أثري. الصح هو أنه أعمل أنا والآخرين من أجل أن نبني رؤية مشتركة، وبالتالي نحدد لأنفسنا مهام نقوم معا بتحقيقها. هذا هو المطلوب الآن من القوى السياسية، ولهذا أنا لا أقول بأنه ما يصدر عن الحزب الاشتراكي أو ما يصدر عن أي حزب آخر هو يعني يجب أن يكون ملزم بهذا الشكل أو ذاك للقوى الأخرى. لا، الشيء الملزم هو الذي نتوصل إليه. نحن من فترة طويلة ندعو إلى إقامة تحالف الأحزاب، ولكن نلمس أن هناك عدم جدية، هناك من هو مرتاح للوضع القائم لأنه يجني مكاتب ويجني مواقع ويجني أموال، وبالتالي لا يهتم يعني في بسد الثغرات التي تواجه منها التي يعني الثغرات التي من هذا الطرف استاذ علي؟ بالقوه الشرعيه في البلد. من هذه الاطراف استاذ علي؟ من هذه الاطراف؟ والله انا بقول لك اذا تريد اتكلم بصراحه، التجمع اليمني للاصلاح يتحمل مسؤوليه اساسيه في هذا العمل. يعني هل من المعقل ان الحزب الذي يعني تقتحم مقره في عدن الاصلاح هو الذي يتلكى يكون مستفيدا من الوضع؟ ماذا قلت؟ هل من يعني من الممكن ان يكون الحزب الذي اقتحمت مقراته واحرق بعضها في عدن واعتقل كثير من قياداته ان يكون مستفيدا من هذا الوضع؟ لا، هو مستفيد في مكان اخر، هو غير مستفيد في عدن صح، لانه على خلاف مع الاماره العربيه التي تلعب دور رئيسي في عدن، لكن هو مستفيد في مكان اخر. هو في الاماكن الاخرى لا يتيح فرصه لاي شكل من اشكال العمل المشترك. تمام؟ ولهذا انا اقول يعني موقف الاحزاب الذي تضامن مع الاصلاح ورفض ما تعرض له مقر الاصلاح هو تعبير عن مواقفها المبدئيه، لكن هل الاصلاح يدرك بانه يعني
مش فقط يحتاج الاحزاب تجي تتضامن معاه، لا، هو يحتاج الى ان ياخذ موقف مبدئي من قضايا التحالف. طيب حتى يكون الامر واضح اكثر استاذ علي، هل هو من يعيق التقدم ام ان الاشكاليه معه في عمليه انه يريد نوع من التفرد في صنع هذا التقدم؟ اعيد السؤال مره اخرى. هل هو لا يريد احراز تقدم في هذه الجبهات، حزب الاصلاح اقصد، ام انه يريد ان يكون هو الوحيد في صنع هذا التقدم او في قرار هذا التقدم؟ ما اخشى يا سيدي، ما اخشى يا صديقي، ان الاصلاح يعد نفسه لمعركه اخرى، وهذه المعركه يعني لا يرى بانها هي المعركه التي يعني ان تخاض وأن ننتهي منها، يعد نفسه لمرحلة ثانية. أنا أعتقد أي تفكير بهذه الطريقة هو يثير مخاوف الجميع إذا لم يكن هناك في صدق وبدية. نحن نتحالف ونتحمل مسؤولية جميعا، وعلينا أن نخوض هذه المعركة بما هو متوفر بالإمكانيات، وما هو متوفر ليس قليلا. ولهذا أقول له دعونا نتخلى على الشكوك، تمام، علينا ان نسلك سلوك واضح. هذا السلوك الواضح يجعلنا نتقبل فعلا ان نخوض معركه معا، تمام. اما عندما نرى مثل هذا التلكؤ والحرص على جري المصالح والمكاسب والكذا، هذا معناه ان هناك من يفكر بانه هو يعد نفسه لمعركه اخرى. اما هذه المعركه فهو عارف ان التحالف العربي سينجزها. أشكرك، لكن هو يريد أن يخوض المعركة اللي بعد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة على طرحك وتواجدك معنا اليوم. بالعودة إليك دكتور أحمد، لعلك سمعت إلى كثير من نقاط ما طرحه الأستاذ علي الصراري، خاصة فيما يتعلق ب المسؤولية على بقية الأحزاب، وعلى أن هذا البيان لم يتأخر وإنما كان بيانا مسؤولا في هذه اللحظات، كيف تعقب؟ بداية أحب أن نترك قصة تأخر أو تقدم للناس ليحكموا، دعنا نتجاوز هذه النقطة لنقاط أهم. نعم، هناك من كلام الأخ علي الصراري هناك هواجس وهناك مخاوف من بين الأحزاب بينها البين. أنا أتوجه هنا كمستقل كافة الأحزاب في اليمن والنخب السياسية بأن تعزز من الثقة بينها فيما بينها البين. ما يتحدث به الآن الأخ علي الصراري يتهم هنا الإصلاح، والإصلاح سيتهم الاشتراكي، وسندخل في دوامة من لا تنتهي. نحن أنا أتفق مع الأستاذ علي الآن أن هناك ثمة حاجة لعمل مؤسسي سياسي مشترك لإخراج البلد من هذا المستنقع ومن هذا الجحيم. وكي نرتب مثل ذلك العمل المشترك يجب أولا أن نحيي أدبيات اللقاء المشترك مثلا، ثم نتوجه أيضا لبقية الأحزاب والمكونات السياسية بصدور مفتوحة وبثقة متبادلة لكي نخرج بلدنا من هذا المستنقع. البلد يعاني من تشظي، يعاني من موت بطيء. الشعب اليمني يعرف العالم أجمع أنه الآن الأكثر معاناة في العالم في هذا الكوكب. لذلك أحث القوى السياسية ممثلة بالحزب الاشتراكي اليمني وبالتجمع اليمني للإصلاح وبالوحدة والناصر والمؤتمر الشعبي العام وكل القوى السياسية أن تتجه الآن إلى حلف فضول سياسي يقوم على مبدأ الشراكة والثقة فيما بينها البين، لأن المصلحة العامة يجب أن تسود هنا. البلد يذهب إلى المجهول. أتفق أنا مع الأستاذ علي الصراري بأن لا نكثر من لوم الآخرين، لأن المشكلة بالأساس هي داخلية. جميل. عندما تغيب السياسة الآن ويكون البديل لها فقط اقتتال، هنا الكارثة. يجب أن تكون السياسة موجودة في كل المراحل. طيب، في هذه النقطة دعنا نتحدث عنها، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. دكتور، أرجو منك ومن السادة المشاهدين أن يتفضلوا بالبقاء.
لن يستعبد، الشعب لن يستعبد، الشعب لن يستعبد، الشعب لن يستعبد. أفلال حريته بالدم والنيران وقتل القرصان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بضيفنا عبر السكايب من أدنبرا الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي بجامعة أدنبرا. دكتور أحمد، يعني ذهبنا قبل الفاصل كنا نتحدث حول كيف يمكن يعني معالجة الوضع بالنسبة للملف اليمني داخليا. الآن مع هذا البيان، مع هذا يعني الزخم الموجود شعبيا بمناسبة ذكرى الثورة سبتمبر وأكتوبر، كيف يمكن استثمار هكذا مواقف في استعادة الدولة خصوصا في المناطق المحررة؟ دعني بداية أقول أن أحيي الحزب الاشتراكي اليمني على هذا البيان، رغم ما قلت أنه متأخر ومتقدم، لكن يجب أن نعترف أنه بيان تاريخي بكل معنى الكلمة، بيان وضع العديد من النقاط في الحروف المناسبة ووضع الأماكن الأمور في نصابها الصحيح. هذا أولا. بالنسبة للنقطة الأخرى، الدخول لتحسين الوضع في اليمن يتم عن طريق تعزيز قدرات الحكومة اليمنية، تعزيز الشرعية اليمنية في الأماكن المتواجدة الآن فيها، في الجنوب، في مارب، في تعز، في كل المناطق. عندما نتحدث عن تقوية الدولة، لا نتحدث فقط عن تقوية تواجدها العسكري في هذه الجبهة أو تلك، بل الأهم من ذلك يجب أن يكون هناك خطان متوازيان. الدولة نعم تتقوى في الجانب العسكري وتستطيع أن تستعيد الكثير من المواقع، ولكن في نفس الوقت تزحف هناك في استعادة قدراتها في السيطرة على مؤسسات الدولة. البنك المركزي اليمني ما زال لا يعمل بشكل صحيح، لا نغلط أنفسنا، ما زالت الدورة الدموية للاقتصاد الاقتصاد اليمني لا تدور بشكل صحيح. تعجز الدولة عن تسديد رواتب الناس بشكل منتظم. معاناة الناس بقصة البلدية في المدن لا تعمل، تكدست القمامة وزادت أمراض المجتمع بشكل مخيف. نعم. هذه الأمور يجب أن الدولة أن تقوم بها. التحالف العربي نطالبه الآن بتمكين الدولة ولا إرباكها في الأماكن التي حررتها. لماذا نغالط أنفسنا الآن؟ هناك خطان لا يعملان بشكل متوازي. الرئيس هادي يقوم بإرسال محافظين، بإرسال الحكومة للمنطقة تلك أو هذه أو ما إلى ذلك، ونقل تعيينات أخرى من التحالف. التحالف يتدخل في قضية تعيين المحافظين، في قضية تعيين القادة الأمن والمقاومة وما إلى ذلك. هذا الإرباك هو يبطئ من إمكانية أو يقلل من إمكانية الدولة في استعادة قدراتها لتخدم الناس. طيب لماذا يحدث برأيك؟ يعني من الذي يعطي الحق للتحالف الذي دخل من أجل إعادة الشرعية في اليمن كشريك وليس أو كتحالف في الأخير وليس يعني مسألة جهة وأتباع لهذه الجهة؟ من الذي يعطيه الحق بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة بما يخص التعيينات وما شابه؟ الذي حدث يبدو أن الحكومة اليمنية من بداية الأمر لم تقدم نفسها كحكومة لها رؤية وقدرة على العمل على الأرض. هي وقعت في فخ أن يكون لها فقط خيار واحد، وهو خيار التحالف بقيادة السعودية والإمارات. عندما تقع في خيار واحد ثم لا تقدم رؤية لشراكة حقيقية ولا يحترمك الشريك، هنا تكون الطامة والكارثة، لأن التحالف لا يرى في الحكومة اليمنية للأسف الشديد في مواقف كثيرة رأينا ذلك أنه لا يرى فيها شريكا، بل يراها قاصرة
تتطلب الوصاية. هنا المشكلة وهنا الإشكال، ومن هنا انبثق أو البيان للحزب الاشتراكي اليمني هذا الذي سميته بيانا تاريخيا، حدد مكامن الخطأ هنا. لذلك يجب إصلاحه، يجب أن يتحدث الرئيس هادي والحكومة اليمنية بشكل واضح وصريح مع شركائنا في التحالف العربي، والقول لهم أن هناك ثمة حاجة لإصلاح الوضع، بحيث أننا نتعرض الآن لتشويه في الداخل. 30 مليون يمني يرون في الحكومة اليمنية أنها مقصرة. هنا المشكلة، أنت أمام انقلاب ثم في نفس الوقت اهتزاز بشكل عميق لصورة السلطة الشرعية، فالشعب اليمني سيتوه فعلا، سيكون ضحية متاهات كثيرة ومعقدة، والحكومة اليمنية ستتوه أيضا في قضية إقناع التحالف بأنها شريك. ثم ندخل سنة 2018 و19 و20 ونحن في نفس هذا المعترك البدائي السخيف. طيب إلى أي مدى يعني برأيك دكتور أحمد هذا البيان الذي صدر، والذي يعني يتوقع كثيرون أنه يجب أن يكون محفزا لبقية الأحزاب لإصدار هذا الموقف الواضح إلى حد ما من التحالف وما يجري في المناطق المحررة تحديدا ربما في عدن، كيف يمكن أن يكون مساعدا أو محفزا للحكومة لاتخاذ موقف أكثر قوة، أو حتى أن يكون يعني مبررا لها أمام التحالف العربي في طلب يعني استقلالية أكبر في تحديد الأولويات والاحتياجات والمسؤوليات بداخل اليمن؟ البيان الذي أصدره الحزب الاشتراكي اليمني مشكور، ويجب أن نبني على ذلك. يجب أن يكون للقيادة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ظهرا في هذا الوقت. لا يوجد برلمان، هي لا تعمل الحكومة اليمنية في وضع طبيعي بأن يكون لديها برلمان، بحيث أنها تقول للطرف الخارجي البرلمان اليمني يعارض هذه الخطط أو ما إلى ذلك. لكن ما يمكن البناء عليه الآن أن يتجه الحزب الاشتراكي اليمني والحزاب الأخرى كالوحدوي والناصري وما إلى ذلك، أن يتجهوا لعقد اتفاقية جديدة فيما بينهم لتعزيز القيم الثقة فيما بينهم. لأننا من خلال الكلمة التي تفضل بها الأخ علي الصرالي أجد أن هناك شرخا في الثقة الآن. يجب أن يكون هناك مشروع نخبوي للساسة اليمنيين بشكل عام متكامل من اليسار واليمين والوسط وكل الأحزاب، بحيث أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قوة الشرعية في اليمن. مشروع ليس فيه غالب ومغلوب، بل المنتصر الوحيد فيه هو الشعب اليمني برمته والعملية السياسية برمتها. الأحزاب يجب أن لا تنأى بنفسها في هذا الوقت وفقط يعني تتفرج على ما يحدث في الساحة اليمنية كغيرها من المكونات. لا، الأحزاب السياسية هنا الآن نحن بأمس الحاجة للعمل السياسي في هذه الفترة، بحيث أن هذه الأحزاب تستطيع أن تكون مشروع إنقاذ وطني لما يحدث في البلد. هناك توقف للمعارك في مناطق متعددة، هناك تلكؤ في الحسم، هناك قصور للدولة في أداء مهماتها. يجب الحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب يجب أن يقدموا للحكومة اليمنية رؤية، يقدم لها انتقادات ويقدم لها أيضا رؤية والتعامل معها. هذه الأحزاب أغلبها هي ممثلة أصلا في الحكومة الآن، يعني هي هذه النقطة. كثيرون يعني دكتور أحمد يعني هناك كثير من يتحدث على أن هناك نوع من التقارب ما بين الأحزاب والشرعية، الحكومة الشرعية في هذا الوقت، إلى درجة أنه ما عادت الأحزاب تقوم بدورها يعني الفاعل الذي يعطي مثلا مشاريع ويعطي نصائح للحكومة حتى تقوم هذه الحكومة بعملها. هناك نوع من التماهي ما بين الحكومة والأحزاب، هل سبب ذلك إشكالية بشكل أو بآخر؟ نعم، سبب ذلك إشكالية. أنا قلت أن الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية. هو المفروض كان يكون لدينا برلمان، يكون لدينا حكومة، يكون لدينا معارضة. أما أن ينضوي الجميع تحت مظلة الحكومة الآن ثم يفقدون الثقة فيما بينهم، فنحن هنا نتجه إلى كارثة، لأننا ستضيع المسؤولية. هذا الحزب ألف يحمل المسؤولية للحزب باء، والحزب باء يقول أن الحزب ألف يحاول أن يلتهم كل شيء مقابل يعني أمور هنا وهناك، وهكذا. وبالتالي يتقاذفون المسؤولية فيما بينهم، الاتهامات فيما بينهم، والضحية هو الشعب اليمني.
طيب كيف ممكن يعني معالجة ذلك؟ يعني حتى لا نخرج أيضا عن نطاق الحلول العملية، لأن يعني يمكن طرح مسألة أن يعني يفصل من يعني يكون هناك نوع من الفصل ما بين من هم في الأحزاب وما بين من هم في الحكومة الشرعية أو يعملون الآن في إطار الحكومة الشرعية ويساعدونها. كيف يمكن وضع حل عملي مهني يعني يأخذ بالخصوصية والخاصية اليمنية على مر التاريخ في التعامل مع هكذا ملفات؟ أنا كنت قلت سابقا أننا نحن نحتاج إلى لجنة إدارة أزمات في البلد، بحيث يقوم الرئيس عبد الرب منصور هادي بتعيين لجنة إدارة أزمات مكونة من خبراء اقتصاد، خبراء أمنيين، يتجاوز الأطر الحزبية، يبحث عن مهنيين يقدمون له النصح لاختصار مسافات في الجانب الأمني، في الجانب الاقتصادي. هناك تخبط كبير في البلد، تخبط كبير لدرجة أن يعني هل يعقل أن هناك تحالف وهناك حكومة وهناك وموظفون لا يستلمون رواتبهم لمدة سنة؟ هذا تخبط، هذا تاهان. نحن ماذا قدمنا للإنسان اليمني؟ إذا أن نحن كنا أتينا بالتحالف ثم أتينا بهذا الزخم العربي والإقليمي لإنقاذ الشعب اليمني، ثم تركناه واجه مصيره أمام الكوليرا وأمام الموت جوعا. لذلك ينبغي أن يكون هناك يعني بمثابة كما قلت لجنة كل مهمتها أن تنصح الحكومة اليمنية أن تتجاوز المصالح الحزبية، لأننا للأسف الشديد رأينا متجاوزات، أصبحت الأحزاب وأصبح المسؤولون كل همهم الآن هو ترتيب أوضاع أولادهم وأسرهم ونسوا الشعب اليمني، لأن هناك لا توجد رقابة. أنت عندما تعمل كحكومة بدون رقابة تكون يعني ينتهي العمل بك إلى كوارث. الضمير وما إلى ذلك هو نسبي، يعني يجب أن نركن إلى مؤسسات تحاكم الناس. أما أن نترك المسؤول لضميره هكذا، والله يعني نشوف ممكن يمشي حاله الشهر هذا والشهر القادم، ونحن في فترة يجب المقصر والفاشل يستبعد تماما في هذه الفترة. يعني في هذا أمام فترة حالية الآن في هذا السياق، حديث الحكومة والشرعية عموما، أقصد في شرعية الرئاسة، أقصد يعني حديث هناك متكرر عن عودة البرلمان، عن محاولات حثيثة لإعادة المؤسسة القضائية إلى عدن أيضا. هذه المحاولات في إطار الوضع الأمني في عدن في العاصمة المؤقتة، هل يمكن أن تثمر إلى يعني هذا الحل الذي نحن نتحدث عنه الآن؟ لا أعتقد أن تقدما سيحدث إلا إذا تم حوار صريح بين التحالف والشرعية على حسم الأمور هناك في عدن وما إلى لصالح الشرعية، بحيث أن عبد الرب منصور هادي يقوم بتحمل مسؤولياته وهو والحكومة. هذه حكومة شرعية يجب أن تتحمل مسؤولياتها بدعم من التحالف. أما أن ندع الآخرين هناك ليرتبوا ملفات الأمن لليمن، فهذا شيء حقيقة يضر أولا سمعة اليمنيين ويحولنا إلى دولة قاصرة، يعني غير قادرة على، نحن دولة لنا تاريخ، لنا آلاف السنين في هذه المنطقة ويجب أن نتحمل مسؤولياتنا. كانت مشكلتنا أن هناك انقلاب، توفرت الإمكانيات المادية بشكل مذهل، قوة عسكرية، إمكانيات مادية من مجلس التعاون أو من دول التحالف. إذا ما الخطأ؟ الخطأ هناك يا عزيزي، هناك خطط يعني متضاربة، هناك رؤى مضطربة فيما بينها، وإلا علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي ليس حلف الأطلسي ليكون بهذه القوة التي لا يستطيع أحد أن يهزمهما. صحيح. هما يعملان بسبب أن هناك هشاشة في إدارة المعركة معهما أصلا. هناك شكوك بين الإمارات والإصلاح، وشكوك بين السعودية والعملية السياسية، وشكوك بين الأحزاب اليمنية فيما بينها. عبء ثقيل، ومش قادرين يتجهوا بشكل بخطى واثقة نحو خطة مشتركة، وثقة متبادلة. نحن نريد شراكة مع دول مجلس التعاون. نحن لا نريد عداء مع السعودية ولا نريد عداء مع الإمارات، هؤلاء أشقائنا في أولا وأخيرا، فقط نريد تفاهمات بحيث يعرفوا خصوصياتنا، بحيث أنهم لا يستطيعون أن يتقدموا مسافات تلغي السيادة اليمنية وتربك المشهد اليمني ويكون الضحية هو الشعب اليمني. على أمل إذن أن يكون هذا البيان للحزب الاشتراكي بوابة أو مفتتح لتحقيق مثل هكذا
يعني صحوة إن صح التعبير، أو وضوح مع التحالف، شفافية أكبر، تحديد تجديد إعادة تقييم للوضع وتحديد مرحلة للأهداف بشكل أكبر، ثم يعني إفعال لخطة تحدث تقدما بشكل أكبر في اليمن. أشكرك دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي في جامعة أدنبرا، كنت معنا في حلقة اليوم عبر السكايب من هناك، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك لضيفي عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي اليمني الأستاذ علي الصراري الذي كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل ومحمد ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.